شكرا سي النائب على طرح هذا السؤال. في البداية بغيت نشير أن وزارة النقل واللوجستيك تولي اهتمام بالغ لعمليات العبور، وتتسهر على توفير عرض مهم ومتنوع للنقل البحري على الخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة بين الموانئ المغربية ونظيرتها في أوروبا، وتجر الإشارة إلى أن النقل البحري الدولي للمسافرين بين المغرب وأوروبا قطاع تخضع لاتفاقيات دولية وتؤمنه سفن مغربية وأوروبية، كما تخضع أثمنته لمبدأ العرض والطلب. من أجل الاستجابة للطلب على الخطوط البحرية الذي يعرف ارتفاعا هاما خلال أيام عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قامت الوزارة هذه السنة بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بتعبئة عدد كاف من السفن بسعة إجمالية أسبوعية تتوصل إلى 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا، منها حوالي 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القصيرة. كما أود أن أشير إلى أن الوزارة اعتمدت دفتر تحملات يلزم الشركات البحرية باحترام شروط استغلال الخطوط البحرية، ولا سيما ما يخص السلامة وتهيئة الفضاءات الخاصة بالمسافرين. وتتابع الوزارة عن كثب جودة وسلامة وأثمنة خدمات النقل البحرية خلال هذه الفترة. وفيما يخص أثمنة التذاكر، عرفت بالفعل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2019، ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى العالمي. كما أننا نعمل مع السلطات المينائية على دراسة التدابير الممكن اتخاذها والتي من أجل تحسين منظومة العبور البحري والوصول إلى حلول أنجع في المستقبل. وشكرا.